لا يا ريتك، لا انت حاجة تانية صدقني. انا من يوم ما شفتك وحسيت ان انت حاجة تانية. انت نسيتني الانتقام وخدتني للحب. رفعت، خدني يا رفعت، خدني خدني. يخرب بيتك. ممكن افهم ايه سبب عملتك السخيفه دي؟ ازاي تسيب الحفله وتمشي من غير ما تقوليلي؟ انا ما كنتش عايزه اروح من الاول، انت اللي غصبت عليا، تعبت ومشيت. تعبت؟ تعبتي؟ اظن دي بقى الروشته اللي وصفها لك الدكتور. من اللي عندك يا سرايا؟ جاي يا سالم، مفيش حد عندي، انا لوحدي. ده مش منظر واحده قاعده لوحدها، انا لازم اعرف مين اللي عندك. تعالى هنا، انت باي حق. تبقى غلطان. انا شفته وهو بيهرب من على السلم الوراني زي اي فرجه بان. ايه الله 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 الله، ده انت بتحاميله كمان، ده حب ده ولا ايه؟ ايوه حب وانا حر. لا ما انتش حره. جرالك ايه يا سرايا؟ انت نسيتي ولا ايه؟ ده انت خاتم في صباعي، فاهمه ولا لا؟ سالم لو حطيت ايدك عليا تاني هدفعك ثمن غالي. الله الله، ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ده احنا استقوينا قوي. اتاري الحب بيعمل المعجزات. عندك مانع؟ من امتى الكلام ده يا سراي؟ ده انت طول عمرك من غير قال. وهو رجع لي قلب تاني وابتدى يدق بعد ما كنت فاكراه مات وشبه موت. واسم النبي حرصه ده اللي خلى قلبك يدق. غني زي بيومي بيه، مليونير زي بيومي بيه، ملعون ابو الفلوس على اللي عايزها. كفايه انه بيعاملني على اني بني ادمه ليها احساس وشعور، مش بضاعه بتتباع وتتشري. يخيبك وانت بتتكلمي كده زي المثقفين، وان شاء الله هتشحتي زيهم. ما يهمنيش، المهم اني احس ان انا محترمه. مساء الاحترام. والراجل ده اللي مستعد يغرقك دهب من راسك لساسك نفرمله؟ الله يخرب بيت الدهب على الفلوس، انا لا عايزه اشوفك ولا اشوفه كمان. انت الظاهر نسيتي نفسك. انت فاهمه نفسك ايه؟ ده انا سالم يا بنت، ولا تكونيش فاكرين صبر الجلد ممكن تدلقيني من على السلم. اقتلك واشرب من دمك. الو، اهلا
يا ميومي بيها. اهلا وسهلا. انا اسفه مشيت علشان كنت تعبانه شوي. لا ابدا. اكلي ما بسهرش اليومين دول عشان لسه تعبانه. طبعا ضروري ان شاء الله. متشكره. باي باي. معقول اللي بتقوله ده يا عم صابر؟ في ابن يطرد ابوه من بيته؟ مش هو يا استي ليلى، مراته اصلها مش من اصلنا. انت لسه بتدافع عنه؟ ابني مش هين عليا. ده لازم يهون، ده ما عندوش احساس، ما عندوش وفاء. بقول لك ايه يا عم صابر، انت مش بتقول ان انت عندك ابن تاني؟ ما بتروحلوش ليه؟ خايف اروح له يعمل فيا زي ما عمل اخوه، وانا راجل في اخر ايامي ما استحملش صدمتين. انما انا املي في ربنا وفيك يا استي ليلى. يا ريت كان بايدي يا عم صابر وانا كنت احطك في عينيا. صحيح يا استي ليلى؟ طبعا. عموما احنا فيها، قولي عنوان ابنك التاني فين وانا اروح اكلمه. لا لا يا استي ليلى، كتر خيرك، العربيه جاهزه. خد يا عم صابر. ربنا يخليك. ايه دي؟ 5 جنيه؟ كتير قوي يا استي ليلى. مش كتير عليك، انت تستاهل كتير يا عم صابر. وعموما انا هفضل جنبك لغايه ما اولادك يفتحوا لك بيوتهم ويحطوك كمان فوق راسهم. انا حاسس ان ربنا هيكرمني على ايديكي وعلى ايديهم هم. انزل دول. سلام يا عم صابر. مع السلامه. مع السلامه يا سليم. ربنا يديك شر السكه يا سليم. مع السلامه. انت تعرف سرايا كويس؟ عارفها بيه. عارفها؟ عارفها بيه. في راجل بيروح عندها البيت باستمرار، حب جديد يعني. انا عاوزك تعرفني الراجل ده مين. تقف وتخلص وتعرفني هو ايه وبيشتغل ايه. مفهوم؟ مفهوم. وحاجتنا حرام. معاك التاكسي بتاعك؟ ايوه دي. طب يلا اتكل على الله. يلا واقف مدلع كده ليه؟ عاوزين نجيب بنزين ونعمر الطاسه. اشكر يا بيه. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور. أهلا يا هاني. أخبار عربيتي الجديدة إيه يا باشمهندس؟ ده أنا بجهز أوراقها وبمجرد ما تخلص هسلمها لك. على مهلك يا باشمهندس، أصل أنا مش مستعجلة. ممكن تيجي تشوف عربيتي القديمة؟ أوي أوي، بعد إذنك يا ليلى، اتفضلي. اتفضلي. خير، مالها العربية؟ أنا اللي مالي يا رفعت. في حاجة؟ هتجنن. ليه؟ مش عارف ليه؟ ده أنت حتى ما بتكلمنيش في التليفون، أنت مقاطعني ولا إيه؟ لا مشغول، مشغول أوي. مشغول بإيه؟ بخطيبتك، مش كده؟ أرجوكي مفيش داعي تسببيلي مشاكل، هنا مش مجال الكلام. طب تعالى معايا نتكلم في أي حتة. دلوقتي مقدرش أمشي معاكي. روحي وبالليل هعدي عليكي في البيت. لا البيت بلاش. طب امشي دلوقتي وانا هتصل بيكي بعد الظهر.